بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 53 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. بارك الله فيكم، حياكم الله. هذا سائل من بلجرش يقول: فضيلة الشيخ صالح سلمه الله، أعرض بين يدي فضيلتكم مشكلتي، وهي زوجتي الثانية زعلانة لدى أهلها منذ فترة 4 سنوات، إلا أنها تطالبني بالسكنة أو بالسكن لدى أهلها وبقريتها، علما بأنني أعول والدي ووالدتي وإخواني وأخواتي وزوجتي الأولى والذين يبعدون عن زوجتي مسافة 35 كيلو. وسؤالي: هل يحق لزوجتي الثانية أن تطالبني بالسكن لدى أهلها وبقريتها وترك أهلي بالكامل، أم على الزوجة أن تدفع الزوج أينما كان مسكنه؟ آمل من فضيلة الشيخ صالح إرشادي حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من خصوص هذه القضية، هذه قضية خصومة مرجع فيها إلى المحكمة لتنظر في الواقع، لكن من حيث القاعدة العامة إذا شرطت الزوجة أن لا تخرج من بلدها أو من بيتها والتزم الزوج بهذا فلها ما شرطت، أما إذا لم تشترط فإنها تتبع الزوج وتكون معه في البلد الذي يسكن فيه ما لم يكن عليها ضرر واضح في ذلك. هذا من حيث العموم، لكن من حيث القضية الخاصة هذه من نظر المحاكم. نعم. هذا السائل ألف ألف مين يقول: ما حكم تحويل النية من 3 ركعة للوتر إلى 3 ركعات بسلام واحد؟ لا بأس بذلك إذا نوى الإيتار بركعة واحدة ثم داله أن يحول النية إلى أكمل من ذلك أن يوتر بثلاث، فهذا أكمل وأحسن. نعم. معاي مسفيعي تقول في هذا السؤال: إذا كانت المرأة عندها دم استحاضة هل تصلي وتقضي ما فاتها من صيام؟ الاستحاضة ليست كالحيض، الاستحاضة أو المستحاضة في شكل الطاهرات، لا يجوز لها ترك الصلاة ولا ترك الصيام، بل تصوم صيامها صحيح وتصلي، لكن عندما تريد الصلاة فإنها تنشف المحل وتضع عليه وتستنجي تضع عليه حائلا ثم تتوضأ للصلاة، تتوضأ لكل صلاة لأنها في حكم الحدث الدائم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل مصري ومقيم بالرياض يقول: ما هو الخلع ومتى يكون وما هي شروطه؟ مأجورين. الخلع أن يبذل ولي المرأة أو المرأة أو أجنبي يبذل مقدارا من المال للزوج من أجل أن يفسخ زوجته، وهذا يجوز عند الحاجة إذا لم تصلح الحال بينهما وهو يريدها ولكنها هي لا تريده فلها أن تخالعه، فإذا رضي بأخذ الخلع وفسخها فلا بأس. قال تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولما شكت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أنها لا تطيق البقاء معه لعدم رغبتها فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت: خذ الحديقة يعني التي أمهرتها إياها وطلقها تطليق. فعلى ثابت رضي الله عنه أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه الأخت أم سامي كتبت هذا السؤال بأسلوبها الخاص، تقول: أنا من متزوجة منذ سنوات ولقد منع زوجي أولادي من رؤيتي منذ ما يقارب من 10 سنوات، حيث أنا في قرية وهم في قرية، أخذ الأولاد بسبب خلافه مع والدي وإساءته لي وتطليقي،
فهل آثم أنا الأم بعدم رؤيتي لأولادي وإذا كان الزوج هو السبب ويقول لي بين الفينة والأخرى عبر الهاتف وعبر ما يكتب لي من رسائل أنا أريد أن أحرق قلبك على أولادك لأنك وقفت مع والدك في الخلاف الدائر الذي كان بيننا فهل يلحق لي إثم في عدم رؤيتهم؟ معلوم أن الأولاد يكونون عند أبيهم إذا تزوجت المرأة إن حضانته تنتقل إلى أبيه وإذا بلغ الذكر 7 سنين مخير لكن إذا كانت أمه مزوجة فليس لها حق حضانة حتى ولو بلغ 7 سنين عند والده هو صونه ويربيه وأما أنه يمنع زيارة أولادها لها فهذا لا يجوز له لأن هذا من قطيعة الرحم ومن الإضرار بالوالدة الله تعالى يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار والقاعدة أن الضرر يزال إذا كان هذا من باب المضارة لا يجوز له هذا العمل بل يمكن أولاده من زيارة أمهم لتقر عينها بهم وصلة للرحم وأيضا لا يربيهم على القطيعة وعلى العقوق لوالدتهم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا أبو حمد يقول بالنسبة للكفارة أو الدم التي تكون عند مخالفة حج أو عمرة هل توزع في مكة على الفقراء وهل يجوز للأصدقاء أن يأكلوا منها؟ بالنسبة للفدية التي تكون فدية الشبران عن ترك الواجب أو فعل محظور محظورات الإحرام إذا كانت ذبيحة أو إطعام فإنه يكون في مكة للمساكين الحرم سواء كانوا من أهله الأصليين أو من الطارئين عليه. فإذا كان أصحابك الذين معك في السفر وفي الحج أو العمرة فقراء وهم في مكة فلا بأس أن يأكلوا منه لأن ما لأهل مكة ولمن هو مقيم فيها ولو إقامة قليلة من الطارئين على الحرم. نعم جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة أرسلت هذا السؤال تقول فضيلة الشيخ إذا كنت حامل بالشهر ونصف ثم نزل الجنين سقط بدون إعادة مني بالنسبة للصلاة والصيام والعبادة هل أؤديها بشكل عادي أم أنها تسقط عني؟ من أصل بقاء العبادة الصلاة والصيام فلا تترك الصلاة ولا الصيام بسبب الإسقاط إلا إذا تبين في السقط ما فيه خلق إنسان. إذا تبين ما فيه خلق إنسان يد أو رجل أو رأس أو ذلك فإنها تأخذ حكم النفس تترك الصلاة لمدة 40 يوما ما دام الدم تنزل عليها. أما إذا كان لم يتبين فيه خلق إنسان فإنه لا يأخذ حكم النفس وإنما تصلي وتصوم لأن هذا دم نزيف يعتبر من دم نزيف تصلي وتصوم. فقدر العلماء المدة التي ممكن أن يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوم إذا دخل في 40 مختلفة. قوله صلى الله عليه وسلم ما أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ويكون علقة مثل ذلك ويكون مضغة مثل ذلك 40 الثالثة. إذا دخل في 40 الثالثة يعني أكمل 80 يوم أي 40 الأولى و40 الثالثة. إذا دخل في 40 الثالثة هذا وقت تفريغ له تفريغ أعضائه وتبين خلقة الإنسان فيه ولو كانت خفية. فهذا هو التفصيل لهذه المسألة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أم عبد العزيز تقول بالنسبة فضيلة الشيخ أولا أسأل الشيخ حفظه الله بالنسبة لتعقيم الميت متى يكون وهل هو قبل غرغرة أم بعد موت الإنسان وهل يجوز للزوج يغسل زوجته والعكس؟ تعقيم الميت عند الاحتضار قال صلى الله عليه وسلم يقول مكاكم لا إله إلا الله إن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فيلقن قبل خروج روحه فدام معه فكر يسمع ما يقول إنه يلقن. أما إذا مات
خرجت روحه فإنه لا يلقى، انتهى وقت التلقين. هذا وقت تلقين الميت والمحترم لا إله إلا الله قبل خروج روحه، إذا كان معه فكر ويسمع ما يقول يستطيع أن ينطق فإنه يلقى، لتكون هذه الكلمة الطيبة آخر كلامه. في السؤال هل للزوج المغسل زوجته العكس ترسيل؟ نعم، الزوج أن يغسل زوجته، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنه، والعكس يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يعمل بالرياض، مكتب الرياض، أحمد ميم عين، يقول: فضيلة الشيخ صالح سلمه الله، في مراسلاتي وكتاباتي وعند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاباته أنا أصلي عليه، ولكنني أكتب صاد اختصارا بالوقت واختصارا في كتابة عند ذكره، ومعروف عندنا الكتابة هذا، فما الحكم في ذلك؟ مأجوري. هذا لا يؤدي الغرض المطلوب، كتابة صاد أو صلعم هذا لا يؤدي الغرض المطلوب، لا بد أن تكتب صلى الله عليه وسلم، ولك في ذلك الأجر العظيم الخير الكثير. وأما كتابة الرموز هذه لا تؤدي العبادة، لا تؤدي العبادة. أستغفر الله، لو قلت سين أو ألف هذا ما يكون الصغار، لا بد أن تأتي من كلمة أستغفر الله. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخ المقيم بالرياض، سؤاله الثاني يقول: ما حكم المحاماة في الإسلام؟ وهل لها شروط؟ وما حكم الإنسان الذي عمل بها مدة سنوات عديدة؟ المحاماة تنقسم إلى قسمين: محاماة وهي المخاصمة عن الغير في القضايا عند المحاكم الشرعية، تنقسم إلى قسمين: إذا كان المحامي محقاً ويحامي بحق ولا يكذب ولا يستعمل التزوير، وهو يعلم أن موكله مظلوم وأنه محق وهو يدافع عن حقه، فلا بأس بذلك، لا بأس أن يوكل من يحامي عنه. الأول يسمى بالوكيل والآن يسمى بالمحامي، هذا بالوكالة في الخصومات بشرط أن يكون المحامى عنه والموكل على حق يريد استرداد حقه من ظالم. الشرط الثاني أن يكون الوكيل والمحامي صادقا لا يستعمل الكذب، بل يدلي بالمعلومات الصحيحة التي ليس فيها تزوير ولا كذب. إذا كان كذلك فلا بأس بالمحاماة، أما المحاماة بالباطل فهذه لا تزوير.